نادية رشاد ممثلة وكاتبة مصرية تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخصصت في التمثيل للمسلسلات والسهرات والأفلام التلفزيونية، معروفة طبعا. بدأت مسيرتها الفنية في السبعينيات بدور في الفيلم التلفزيوني من عظماء الإسلام في عام 1970، ثم بدأ يعرفها الجمهور من خلال اشتراكها في المسلسل الشهير القاهرة والناس في عام 1972، وبدأت العمل بالإذاعة المصرية وبرعت في المسلسلات الدينية ومسلسلات السير الذاتية. دي نادية رشاد، ممثلة معروفة ومحبوبة، وهنشوف آخر أخبارها دلوقتي ومين زوجها الفنان المشهور اللي هو بقى طالعها حاليا. وكشفت الفنانة المصرية نادية رشاد أسباب انفصالها عن زوجها الفنان محمود الحديني بعد زواج لسنوات طويلة، لافتة أن انفصالها تم بعد زواج أبنائها ولم يؤثر عليهم ولا على أحفادها، وفضلت أن تطمئن على حياة أبنائها واستقرارهم أولا. دي من أحدث الصور، كانت مع إسعاد يونس في برنامجها. ده محمود الحديني فنان القدير كان زوجها، وخلال لقائها ببرنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا المذيعة على فضائية السي بي سي في أبريل 2018، قالت أن طلاقها من زوجها كان اختياريا بالنسبة له ولم يكن صادما، وقالت حبيت أسيبه على راحته، وأنها وجدت بدائل في حياتها تتمثلت في القراءة وأصدقائها، فكتبت أكثر من 3 مسلسلات وتستمتع بقضاء الوقت مع أصدقائها في الرحلات والنوادي والأمور الاجتماعية الأخرى. نادية رشاد قالت أن طلاقها في هذا السن لم يكن ليضر أبنائها أو أحفادها، فلن يكون هناك انكسار لأي منهم، مؤكدة أن حياتهم مستقرة وأنها لا تتدخل بتجاربها وخبراتها في حياة أبنائها الزوجية، موضحة ما بعتبرش نفسي المرجع في السعادة الزوجية، مؤكدة أنها انهارت بعد زواج ابنتها الكبرى التي كانت تملأ حياتها، كما عاشت بمفردها بعد أن تفرغ الحديني لبناء منزل في أكتوبر بينما تركها تعيش في المهندسين. نادية رشاد قالت والدموع تترقرق في عينيها أن الطلاق النفسي هو الخطر الحقيقي الذي عاشته، وأنها لم تعتاد أن تختار لنفسها لكنها قادرة على التعايش تماما مع المعطيات الواقعة. دي نادية رشاد، وده أحدث ظهور فيها من حوالي سنة ونص في أبريل 2018، وهنا الصورة في شبابها. أما الفنان الكبير محمود الحديني كان مديرا لمسرح الطليعة ثم المسرح الحديث ثم المسرح القومي ثم رئيسا للمركز القومي للمسرح ثم رئيسا للبيت الفني للمسرح، والذي يرى أن انشغاله بكل هذه المناصب الإدارية على مدى 20 سنة كان أكبر خطأ ارتكبه في حق نفسه كممثل. قال عن نفسه طفولتي المبكرة كانت سعيدة جدا، كنا نعيش في دمنهور وكان والدي ناظر محطة سكة حديد الدلتا، منصب كبير. كنت ولدا وحيدا، جئت بعد 3 بنات، وطبعا كنت متدلع من الجميع، كان أخوالي وأعمامي يعملون في هيئة القطارات تحت إدارة أبي ولا ينقطعون عن زياراتنا ومجاملتنا، وكان سائقو القطارات يصطحبوني في رحلتين بالقطار مجاملة لأبي ناظر المحطة. وفجأة توفى أبي وعمري 7 سنوات، لتتبدل حياتنا فجأة وأعرف معنى الجحود في هذه السن المبكرة، فلا زيارات من الأهل ولا أحد يطرق بابنا، الجميع اختفوا حتى أقرب الأقارب، ولم يكن لأبي معاش، وميراث أمي حرمه منها أشقاؤها كعادة أهل الريف، ورغم ذلك كانت أمي قوية فتحملت المسؤولية واستطاعت استكمال بناء شقتين فوق بيتنا وقامت بتأجيرهما لتستمر الحياة. في مدرسة دمنهور الإعدادية ظهرت موهبتي في الرسم، وكان مدرس الرسم يقيم لي معارض خاصة وشاركت في افتتاح مرسم المدرسة مع وزير التربية والتعليم وقتها كمال الدين حسين، وفي هذا اليوم
لفتت موهبتي الأنظار لدرجة أن مدرس الرسم بمدرسة عمر مكرم الثانوية قال لي أنه ينتظرني بعد الإعدادية ليرعاني فنيا، ويبتسم قائلا: المدارس الحكومية على أيامنا كانت نموذجية فعلا، تهتم بالهوايات الرياضية والفنية والأدبية مثل اهتمامها بالدراسة، وتشجع المواهب وترعاها، وفوق ذلك تقدم لنا وجبات ساخنة متكاملة يوميا. طبعا الكلام ده مفيش دلوقتي. وبعد الثانوية العامة تقدمت للالتحاق بكلية الشرطة، لكني رسبت لضعف النظر فتقدمت للفنون الجميلة. وحينما تأخرت نتيجة القبول استمعت لنصيحة صديقي أحمد عبد الحليم وتقدمت لمعهد الفنون المسرحية، وكان الاختبار أمام العظام حسين رياض وعبد الرحيم الزرقاني ونبيل الألف، وفوجئت بأنني الأول على 11 طالبا تم قبولهم من 250. والمدهش أنني تلقيت خطابا بقبولي بكلية الفنون الجميلة، ولو وصلني قبل دفع مصروفات المعهد لكنت فضلت الفنون، لكنها مشيئة الله. في المعهد حرصت على التفوق لأحصل على مكافأة 10 جنيه شهريا مع عفاء من المصروفات، وعافيت أمي من نفقاتي الشهرية، وبدأت العمل في المسرح القومي وأنا طالب بترشيح من نبيل الألفي وحمدي غيث، وأديت أول أدواري في مسرحية مأساة جميلة. وشاد بي النقاد، ثم رشحني المخرج هنري بركات لدور شقيق فاتن حمامة في الباب المفتوح، بعدها رشحني نور الدمرداش لمسلسل هارم من الأيام، ثم توالت أعمالي وازداد دخلي، وأصبحت أساعد أسرتي، وبالطبع أعتز كثيرا بمسلسلات هي والمستحيل والمرسي أبو العباس وليالي الحلمية والراية البيضاء. أنا حنبلي ودقيق ومنظم، وبداخلي رجل شرقي. وحينما تزوجت من زميلتي بالمسرح القومي الفنانة نادية رشاد، كانت رغبتي أن تترك التمثيل وتصبح مذيعة، لأن التمثيل عمل شاق يؤثر على استقرار المرأة وحياتها، وشجعتها كثيرا ككاتبة متميزة، وطلبت منها عدم ترشيحي في أعمالها حتى لا أسبب لها حرجا، وكان أملي أن تتفرغ للكتابة، لكنها كانت عاشقة للتمثيل ولم تتركه. انفصلنا بعد أن كبر أبناؤنا بسام ونجلاء، وفضلت بناء منزل بمدينة 6 أكتوبر أعيش فيه مع ابني الذي يعمل طبيبا للتغذية العلاجية، وابنتي تعيش بجواري في 6 أكتوبر وتعمل كاتبة، ولديها ورشة كتابة مع فاطمة نعوت، ولدي 4 أحفاد لا يعرفون جميعا كلمة جده، بل يطلقون علي حمودي. معظم أبناء جيلي قاعدين في بيوتهم سواء ممثلين أو مخرجين أو كتاب، بعد أن توقفت الدولة عن الإنتاج وتوقف قطاع الإنتاج الذي كان ظهرنا وسندنا، وتركوا الساحة لسيطرة القطاع الخاص بشروطه، فيختار النجم ويفصل له مسلسلا ليخرج العمل بالبطل الأوحد وباقي الممثلين فرافير. وأنا طول حياتي رفضت هذا المبدأ، وسبب ابتعادي عن السينما أنني رفضت أن أكون الممثل الفرفور الذي يقبل أي دور هابط لمجرد إكمال الصورة. محمود الحديني، مولود 5 يوليو 1941، ممثل مصري ولد بدمنهور، وتخرج في معهد الفنون المسرحية 1962 وفي المعهد العالي للنقد الفني، وعمل في العديد من المسرحيات منها المحروسة وكفر البطيخ والسباستا والدخان والنار والزيتون، وتولى رئاسة هيئة المسرح في أواخر التسعينيات، وعمل في مسلسلات عديدة منها هي والمستحيل والحصار والمشربية وليالي الحلمية وفرسان الله والسقوط في بئر 7. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.